فريق لمنتخب مصر، اتمنى له يعني التوفيق في هذه المهمه. طبعا انا انضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن سامر، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. بارك له يا فاروق، قول له وشنا دايما حلو عليك. يعني كابتن اسامه حسني بيبارك لحضرتك، بقول لك وشنا حلو عليك، وتحيات بقى انا عايزه لحبيبك الكابتن محمد حشيش، وطبعا كابتننا الكبير الكابتن ماهر همام، كل اللي في الاستوديو بيباركوا لك على الاداء وعلى الفوز النهارده والانفراد بصداره البطوله. الله يبارك فيك يا كارو. شكرا يا كابتن اسامه، مبروك عليك وعلى الجميع وعلى الكابتن حشيش والناس اللي موجوده كلها في الاستوديو. الحمد لله قدرنا نحقق فوز مهم جدا، الهزيمه الوحيده اللي كانت للمقاولين الموسم ده، طول الموسم ما تهزموش، دي اول هزيمه. كنا الدور الاول تهزمنا 2-0، كنا مركزين جدا ان احنا لازم نكسب فوق ال 2-0، لان تملي بيغيروا القوانين، قلنا لا يغيروا القوانين او حاجه ما يقودش بفارق الاهداف، ففي الاخر ممكن المواجهات المباشره تبقى مهمه جدا. فطبعا ده كان لود على الاولاد، ان انا فاجئتهم في المحاضره اكتر ان احنا عايزين نكسب كمان فوق 2-0، لان احنا الدور الاول اتغلبنا 2-0، فطبعا هم اتفاجئوا اتحط عليهم لود زياده. عاملين مباراه كبيره جدا قدام انبي من 3 ايام، عندنا اصابات كتيره جدا فوق الست اصابات، اصابات كلها طويله معظمها في الركب والانكلز، فالحمد لله ان احنا بالعناصر اللي موجوده قدرنا نعوض النقص اللي موجود في الفرقه، مع اصابه كمان الباك اليمين زكريا بين الشوطين، عملنا تغيير اللي لعب باك يمين بداله جندي اساسا مركزه رقم 6 بيلعب 6، فطبعا عندي نقص كبير جدا جدا في الصفوف. بشكر اللعيبه طبعا على الاداء النهارده رغم النقص العدد الكبير اللي عندي. يعني كابتن سابر، عايز اروح لنقطه مهمه جدا، المرونه التكتيكيه اللي بنشوفها في السن ده في مواليد 2006، وان اللعيب بيتغير طريقه اللعب ما بين 4-4-2 ل 4-2-3-1 4-3-3 في بعض الاوقات، انك تحفظ اللعيب الطريقه ديت وان اللاعب يقدم اكتر من مركز، ده شيء مهم جدا خاصه في لعيب النادي الاهلي. كلامك صح فاروق، طبعا بهني الناس اللي موجوده كلها في الاستوديو، كابتن اسامه وكابتن حشيش، ان هم خدوا بالهم. احنا النهارده لعبنا فعلا بثلاث طرق، لعبنا ب 4-4-2 بدايه المباراه، ولعبنا بعد كده 4-2-3-1، وبعد كده ختمنا ب 4-3-3 الطريقه اللي احنا بادئين بيها الموسم. ظروف الاصابات الكتير اللي في الفرقه والايقافات، طبعا مع وجودنا في فتره الاعداد قدرنا ان احنا نشتغل مع الاولاد بكذا طريقه. الطريقه دي كانت مثمره جدا في مباراه انبي، فاجئنا بيها. طبعا بيتفرجوا هم علينا كتير، لينا ماتشات بتيجي في القناه والملخصات بتيجي على المواقع النادي وفي كل حته، فطبعا لازم يبقى في مرونه تكتيكيه في بعض المباريات، بتقدر تفاجئ الخصم بانك بتأدب بكذا طريقه، لان احنا بيبقى طريقه اللعب محفوظه شويه بالاختراقات والحاجات اللي احنا من اول موسم بنعملها. فطبعا المباراه اللي فاتت لعبنا 4-4-2، بدات النهارده برده ب 4-4-2، غيرتها في وسط الشوط الاولاني بعد ما لقيت وسط الملعب كان متاخد مننا شويه، لان الاولاد مجهدين جدا من مباراه امبي اللي من 3 ايام مع الاصابات الكتير، هم ال 11 اللي لعبوا ماتش امبي، ناقص واحد بس اللعيب عبد الله كان مصاب، جاله كسر مضاعف في ايده في مباراه انبي، فطبعا 10 لسه لاعبين مباراه كبيره جدا قدام انبي من 3 ايام، النهارده ما قدروش ينفذوا ال 4-4-2 بالطريقه الصح اللي اشتغلنا بيها في مباراه انبي، فاضطريت ان انا اغير بعد حوالي نص ساعه كده في الشوط الاول، وطبعا بعد ما غيرنا قدرنا نسيطر على المباراه بالكامل زي ما شفنا الحمد لله. كابتن سابر، كان مهم جدا قبل فتره التوقف ولمشاركه منتخب مصر في بطوله شمال افريقيا ان انا ابقى فارق عن فريق المقاولون العرب ب4 نقاط، اعتقد مكاسب متعدده النهارده، دايما كباتننا تقول لك ان المباراه دي مباراه ب6 نقاط. هو المكاسب اكتر ان انت بتأدي باي لعيبه، فده وبنفس التكتيك، لعيبه بتنقص ولعيبه بتتصاب ولعيبه بايقافات، واللعيب اللي بيدخل مكان اي لعيب عاملين زي احنا مجموعه تروس كده، اي حد بيدخل في وسطنا بيأدي بنفس الاداء. شفنا اللعيبه اللي نزلت كل التغييرات، انا عملت 3 تغييرات بس لان برضو الناس اللي موجوده معايا بعيد عن المباريات شويه، فما قدرتش اعمل ال5 تغييرات، اللي نزلوا ادوا بنفس الاداء ونفس الطريقه، سيطرنا على المباراه في اخر ربع ساعه، وده كان مهم جدا بعد ما دخل الجول، حصل جول المقاولين اللي جابوه الاولاني، حصل هزه في الفريق شويه، فقدرنا ننزل مصطفى اللي لعب في النص، رجعت لنا السيطره تاني. فانا بشكر طبعا اللعيبه اللي في منهم كتير بعيد عن الماتشات بقاله فتره، وقدر النهارده قدام فريق متميز زي المقاولين يأدي زي اللعيب الاساسي بالظبط. اشكرك يا كابتن سامر، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تتوج بهذه البطوله باذن الله. شكرا يا فاروق، وبشكر كل الناس اللي في الاستوديو، كابتن حشيش وكابتن اسامه. شكرا كابتن ماهر. كابتن ماهر هناك زي الكابتن ده، كابتن ماهر دربني، كابتن ماهر حبيبي. ماشي شكرا. احنا مستمرين معاك يا كابتن اسامه، طبعا هينضم لنا الكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو الحارس الامين على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ودايما بقول مهمه كبيره جدا بيتولاها